يمكن فيا أنا سمعت دودار للأسف الشديد يعني شيء أحبطني جدا. قال إيه؟ والله ما كنت عايز أتكلم في الموضوع ده بس يعني ما دام أنت ذكرت الموضوع. قال إيه؟ طلع اتكلم إن إحنا استغربنا كلنا على 4-1 4-1 وإن إزاي نعمل كده وإن دي الطريقة اللي فشلتنا وإنه قال لنا كلام غريب في المحاضرة. سمعت كلام لا يصدر حتى لو أنا عملت كده. أنا لو أنا مدربي أعمل كده مش هعمل كده. فأنا هقول لك بقى على سر للناس. أنا بعد الماتش متأثر الجمهور بالموبايلات ومش عارف إيه فأنا وقفت حييت الجمهور وده كان بالنسبة لي نصر في حد ذاته. جمهور الزمالك عمل كده مع فريق الزمالك وهي خسرانة نهاية أفريقيا والمنظر ده مش شفتوش كتير على فكرة. فقد إيه حسيت إن الناس مقدرة اللي عملته وإن الماتش ده كان ماتش كويس جدا من أحسن ماتشات لعيبة الزمالك على فكرة 1-0 صح. دخلت فاستخبيت في مكان كده يمكن عشان ما حد يشوفني يمكن عينيا مدمعة بتاع فتنحيت خدت مكان. فجأة لقيت واحد بيمسك ايدي فعملت كده دودار بيقول احنا اسفين يا كابتن احنا ما نستهلكش احنا ما نستهلكش والله والله العظيم ثلاثة وتاني يوم بيقول عليها كده فقد ايه كانت طعنة يعني انا مش هقول لك انا مش دودار والله اي لعيب دودار جالي بعديها سموحة فما لعبش ومشي فانا بقيت عدو ما يعني مش متضايق منه المدرب اللي بيبطل لعيب مش قصدي انا مالي بيك يعني هبطلك عشان بكرهك في واحد بس احسن في اي حاجه ما بينكم خالص 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 بس هو جه سموحه ما لعبش حبيبي واخويا وبقول لك ده حصل انا مسؤول عن التصريحات دي كانت بعد سموحه اصلا ده لسه الكلام ده من شهر بفتح البتاع الحق الدودار بيقول ايه مش مصدق ان هو نفس الشخص اللي بيعمل كده في الماتش تاني يقول عليه كده عموما يعني انا مش مستني رد فعل كويس من حد انا بعمل شغلي ده لربنا مش لحد يعني ولادي وبتاع فمش مهم انا بس بوضح حقيقه قد ايه الناس بتتغير لعيب كبير يعني لعيب كبير